السلام عليكم جميعا أصدقائي، أرجو أن تكونوا بخير. سأقوم اليوم بتقديم فيديو يختلف عن محتويات الفيديوهات السابقة، وذلك لمراسلة الكثير من المشتركين في القناة لي شخصيا، ويعني تذمرهم بشأن محتوى بعض الفيديوهات، إذ أنها يعني بمستوى أعلى من مستواهم. ولأني قلت في فيديوهات كثيرة أن هذه القناة موجهة للعرب، لمن يريد أن يطور لغتهم في اللغة الإنجليزية. في الحقيقة رسالتي كانت واضحة، إذ أن هذه القناة هي لمن يعرف أساسيات اللغة الإنجليزية ويريد أن يطور نفسه، بحيث تكون أسئلته وجمله يعني صيغتها بشكل صحيح. لذلك خصصت الموسم الأول للقواعد، وشرحت القواعد باللغة العربية والإنجليزية مع الترجمة يعني، وكان هناك تمارين في نهاية كل فيديو. ثم انتقلت للموسم الثاني، وهو أشهر المحادثات المتداولة والتي تهم المتعلم للغة الإنجليزية. ثم المرحلة الثالثة، وكانت عن الآيلتس، وهو موسم مفتوح يعني لأي شيء. لكن سأقوم في هذا الفيديو، وهو فيديو طويل نسبيا، وأرجو من المتابعين المهتمين بمحتوى هذا الفيديو أن يتابعوه حتى النهاية لتصل الرسالة بشكل صحيح ومناسب. هذا الفيديو موجه للمبتدئين، لمن يعني عنده مشكلة حتى في حروف اللغة الإنجليزية. سنبدأ من البداية تماما، وهي الحروف، نرى كيف ننطقها بشكل سليم، ثم ننتقل للمرحلة الأعلى نسبيا، وهي أن يكون هناك مقطع صوتي مكون من حرفين أو ثلاثة، وكيف نلفظ باللغة الإنجليزية. هذا الأمر يساعدنا على القراءة بشكل صحيح في اللغة الإنجليزية، ويساعدنا أيضا على الكتابة وحتى لفظ الحروف بشكل صحيح. طيب نبدأ الآن. أي، أنا كتبت الحرف كبير وصغير وحاولت أن أترجم صوته في اللغة العربية. A Apple America Arabs. لاحظوا أن صوت الـ A وهو عبارة عن ألف عليها همزة فتحة يعني عادة هذا هو الصوت الشائع لهذا الحرف. نعيد الأمثلة. Apple America Arabs. أرجو أن تكرروا معي. Apple A Apple A America A Arabs. الحرف الثاني B، وننطق كما ننطق حرف الباء في اللغة العربية. B، هناك اهتزاز في الحلق، لو وضعت يدك على الحلق وأنت تلفظ هذا الحرف ستجد أن هناك اهتزاز، vibration vibration، اهتزاز. ب ب B banana B board، وهي تعني لوح. B board، نفس لفظ الكلمة الثانية board، لكن معناها شخص مالل أي وقع عليه الملل. نعيد الكلمات مرة أخرى. banana board board. الحرف الثالث C C، لكن يلفظ هذا الحرف أحيانا كحرف سين وصوت س، وأحيانا كحرف الكاف ك. متى نلفظ كصوت س أو ك؟ هذا يعتمد على حفظك للكلمات، أي أنه من كلمة إلى أخرى يختلف، أحيانا س وأحيانا ك. في الكلمات التالية كار كار، كيك كيك، سينما. لاحظ في الكلمة الأخيرة أو في الكلمة الثالثة سينما، السي لفظت كس، سينما. الحرف الرابع دي دي، داد داد، دو ديج ديج بمعنى يحفر، داد دو ديج. الحرف الذي يليه اي. طبعا انا ضد فكرة ان نكتب صوت الحروف الانجليزية بالعربي، لكن كما قلت هو استجابة لطلب الكثير من
الطلبة ويجدوا هذه الطريقة مناسبة و يعني ملائمة لتعلمهم للغة الإنجليزية. إي هكذا نلفظه إي، لكن في الكلمات في اللغة الإنجليزية هذا الحرف لا يلفظ دائما إي، فلا أقول الكلمة الأولى مثلا إيج، لا يكون ألف بالكسرة إيه إيه، إيج إيج، إير إليمنت إليمنت، نعيد مع بعض إيج بيضة، إير أذن، إليمنت معناها عنصر، F F Fish Figs وهو نبات التين أو ثمر التين، Figs Four Four. الحرف الذي يليه G G، هذا الحرف يلفظ أيضا بطريقتين، إما جيم ج وإما ج ج على طريقة لفظ إخواننا المصريين لحرف الجيم ج. go George، لاحظ الكلمة الأولى go لفظنا الجيم ج، أما الثانية فهي عبارة عن اسم شخص George George. الثالثة goat goat أي الماعز. الحرف الذي يليه H ونلفظه H H He بمعنى هو، Heard Heard بمعنى سمع أو يسمع، He Heard Hat Hat أي قبعة، I وهذا الحرف يلفظ إذا كانت يعني الكلمة المكون منها حرف واحد I وتعني الضمير أنا تلفظ هكذا I كما هو الحرف، وأحيانا في بعض الكلمات أيضا وبعض اللهجات الإنجليزية تلفظ I كما هي I في بعض الكلمات، زي كلمة العراق دولة العراق يلفظها البعض Iraq 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 or Iraq، لكن هي أيضا تلفظ بطريقة همزة بالكسرة إي. إنك إنك اللي معناها حبر، إن في إيراك أو إيراك كما قلنا. جاي جاي دائما تلفظ ج، جاكيت جاكيت. جوردن جوردن الأردن. جمب جمب يقفز. Again, jacket, Jordan, jump. الحرف الذي يليه K, K ويقابله في العربي حرف الكاف. Kick, kick بمعنى يركل أو يضرب. Kick, مثلا he kicks the ball, he kicks the ball. ضرب الكرة أو يضرب الكرة. Kill, kill يقتل. Keep, keep يحفظ. L lemon lemon أي ليمون. lend lend يقرض. large large ضخم أو كبير. M melon melon البطيخ. maybe maybe ربما. mouse mouse فأر. الحرف الذي يليه N N No No Night Night والتي تعني ليل، ولاحظوا أن الجي اتش تكتب ولا تلفظ. Night North North شمال، ولاحظوا أن التي اتش لفظناها ث North، وهذا الموضوع سنتكلم عنه أيضا. الحرف الذي يليه O وهكذا هو صوته في العربي O open open يفتح O وتستخدم للتعجب، والعبارة الشهيرة في الإنجليش هي Oh my God Oh my God يا إلهي O orange orange برتقالة. pen حرف P، هنا يجب الإشارة أن هناك حرفين في اللغة الإنجليزية
يعني يعاني العرب حين يلفظ هذين الحرفين في اللغة الإنجليزية، لأن هناك فرق بسيط بينهما، أو فرق جوهري حقيقة، ليس يعني فرق بسيط. البي كما هي كلمة بنانا، مثل ما قلنا هناك اهتزاز في الحلق عند لفظ هذه الكلمة، وهو مشابه تماما للفظ حرف الباء في اللغة العربية، ب بنانا بنانا. لكن البي ليس هناك اهتزاز في الحلق، إنما هناك يعني نفخة من الهواء تخرج ما بين الأسنان الأمامية والشفاه حين تلفظ. ضع مثلا محرمة أو كلينكس أمام فمك حين تلفظ هذا الحرف، وتجد أن هناك اهتزاز لهذه المحرمة، أو إذا وضعت ورقة هناك سيكون اهتزاز لهذه الورقة، فهناك مجموعة أو نفخة من الهواء تخرج من الفم. ب ب ب هكذا نلفظها، ب ب. بانانا، بيبر بيبر، أبل أبل. إذن هناك فرق في اللفظ، وهذه الفرق، وهذا الفرق مهم جدا، لأن هناك عشرات بل مئات الكلمات في اللغة الإنجليزية التي نلفظها بطريقة خاطئة، لأننا لا نميز طريقة لفظ حرف الباء ب ب أو ب ب. فهذا ب. pen pen قلم حبر. pick pick يلتقط. park park منتزه. كيو ويقابل حرف القاف في اللغة العربية، ولكن أيضا يلفظ كحرف الكاف ك باللغة الإنجليزية. كوين، لا نقول مثلا كوين، it's ك. كوين كوين ملكة. كويك كويك سريع. كويت 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 يترك. آر رن يركض. روم غرفة. رات جرذ. اس سن سمول. سي سن شمس. سمول صغير. سي بحر. تي تي هذه الكلمة نفس صوت هذا الحرف تي ومعناها شاي. تريت تريت يعالج أو يعامل. تن تن رقم 10. عندنا الآن حرف اليو، ويلفظ إما يو وإما أ. understand ما نقول you understand it's a. understand understand يفهم. umbrella umbrella مظلة أو شمسية. الآن جئنا إلى حرف الفي. في لم أكن أعرف كيف نكتبه في العربي، لأنه ليس لدينا حرف الفي، لكن وضعت فاء وبين قوسين رقم 2، أي أن صوتها مختلف عن حرف الفاء. فان فان سيارة عائلية. فيلا فيلا. very very بمعنى جدا، ونستخدمها قبل الصفات عادة أو الظروف. very beautiful very fantastic very good. w ويقابلها حرف الواو في اللغة العربية. word word أي كلمة. world world عالم. won won بمعنى فاز، الماضي من يفوز. x حرف الx. x-ray x-ray أي أشعة x. تبقى عندنا حرفان y ويلفظ كحرف الياء. yellow yellow أي أصفر. yes yes نعم. yell yell بمعنى يصرخ أو ينادي بصوت عالي. z حرف الزاي. zoo zoo حديقة حيوانات. zebra zebra حمار الوحش. zero zero أي الصفر. نأخذ الآن بعض الأمثلة، وأريدكم أن تلفظوا من بعدي. كلمات سهلة، حروف أتأكد من لفظها الصحيح. أجمع هذه الأصوات مع بعض، عفوا الأصوات مع بعض، ويخرج عندي لفظ صحيح. read win act book bed
man, on, at, it. كثير من العرب حين يكون كمبتدئ في تعلم اللغة الإنجليزية يعني يعكس ويربك الكلمات في اللفظ بين at و it، وهناك فرق كبير بينهما. it تعود لضمير غير عاقل، مثلا chair, table إلى آخره، و at هي حرف جر يدل على زمان أو يدل على مكان معين. at, it. risk, risk، مخاطرة. تي، كان، يستطيع. من، رجال. put، يضع. back، خلف. okay، cut، يجرح أو يقطع. you، he، we، I. نلفظها مرة أخرى. read، win، act، book، bed، man، on، at، it، risk، tea، can، men، put، back، okay، cut، you، he، we، I. أحسنتم. Very good. ننتقل الآن للمرحلة الثانية. أرجو ألا تملوا من الفيديو، ابقوا معنا للآخر. طيب، هناك بعض الحروف التي تأتي مع بعضها البعض وتلفظ بطريقة معينة. إذا لم أكن أعرف طريقة نطقها فستكون قراءتي خاطئة تماما. انظروا لهذا الأمر بشكل بسيط. أنا اخترت الأكثر شهرة وشيوعا من هذه المقاطع الصوتية. الـ SH ألفظها كـ ش، she، shower، shadow، fish. ولاحظوا أن الـ SH تأتي أحيانا في بداية الكلمة، في منتصفها أو في آخرها، وتلفظ في جميع الأحوال ش. she أي هي. shower بمعنى الاستحمام. shadow ظل. fish سمك. do you like fish؟ yes I do. th، th في البداية، في المنتصف، في النهاية، تلفظ بإحدى الطريقتين التاليتين، إما الث وإما الذ. متى ألفظها الث ومتى ألفظها الذ يعتمد ذلك على لفظ الكلمة نفسها، بمعنى أنك تعلمت اليوم الكلمات التالية they تنطق ذ، فيجب أن تحفظها كذلك، ليس لها قاعدة متى تلفظها ث ومتى تلفظها ذ، هي بالحفظ، لكن لا تخرج عن هذه الطريقتين في اللفظ. they بمعنى هم أو هن. the تقابلها ال للتعريف في اللغة العربية، the sun الشمس، the student الطالب. think بمعنى يعتقد أو يفكر، think th لفظناها الث. with بمعنى مع، مع فلان، with my friend مع صديقي، with th the. ch it's confusing، هي يعني مربكة مشوشة يعني للمتعلم، إذ أنها تلفظ بثلاث طرق مختلفة، ويعتمد ذلك أيضا على حفظ لفظ الكلمة نفسها، ليس هناك قاعدة معينة، لكن ثلاث طرق للفظ ch، إما ش مثل كلمة chef، chef أي طباخ، ك مثل كلمة mechanic، 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 ch لفظناها ك. لماذا لم نكتبها k؟ لا نعلم، هي لغتهم كذلك ونتعلمها كما يكتبوها هم. وأحيانا ألفظها ch، 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 chair، chair، كرسي. طيب، في نهاية الكلمة تأتي مقاطع أحيانا من أربع حروف أو خمس حروف تنطق بطريقة معينة. حروف t i o n في نهاية الكلمة، double s i o n في نهاية الكلمة، أو c i a n في نهاية الكلمة، جميعها تلفظ ك shin، shin. كلمة nation، nation، شعب أو أمة. population، لاحظوا الـ population، population بمعنى سكان. organization، جمعية أو مؤسسة، organization. expression، 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 double s i o n، shin، معناها تعبير. mission، mission، مهمة. technician،
technician CIAN. وبالمناسبة CIAN تدل دائما على وظيفة شخص في هذا المجال. technician مأخوذة من كلمة technology، فtechnician هي فني، يعني يعرف في هذا التكنولوجيا في هذا المجال. فلما نقول مثلا IT technician أي تقني تكنولوجيا معلومات. musician مأخوذة من music موسيقى، musician أي موسيقي عازف موسيقي. PH ألفظها ف. phone elephant، لاحظ الـ PH في كلمة phone في البداية، phone elephant جاءت في المنتصف وألفظها ف. phone elephant. في آخر الكلمة ممكن أن يأتي عندي T-U-R-E chur chur، مثل future future، ولاحظوا الآر لا ألفظها future وأشد عليها كما نفعل في العربي، it's future يعني رأس اللسان يضرب بسقف الحلق تقريبا. future future مستقبل. furniture furniture معناها أثاث. examples to read، بعض الأمثلة لنقرأها مع بعض. fishing fishing. share share. معظم الكلمات التي تنتهي ب a ثم حرف ساكن ثم e لا نلفظ ال e في النهاية ونرفض حرف ال a وعلى أنه a يعني كما هو صوت الحرف a مع لفظ الحرف الذي يلي أي share. لاحظوا ال r لم ألف ال e لم ألفظها share. لا أقول شاري أو شيري، no it's share. shrink shrink ينقبض ينكمش. chill chill برد. china china الصين. teach teach يدرس أو يعلم. adventure 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 مغامرة. recognition 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 بمعنى اعتراف أو إدراك. recognition إدراك وعي. phobia 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 الخوف الشديد من شيء معين. aggression 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 عدوان. admission 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 قبول. question 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 what's your question سؤال. ننتقل للمستوى الثالث الذي يخص أيضا طبيعة القراءة واللفظ في اللغة الإنجليزية، وهي كلمات شائعة لا ننطق حروف معينة فيها رغم أننا نكتب هذه الحروف في هذه الكلمات. من أشهر هذه الكلمات write 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 بمعنى يكتب أو أكتب write. إذا كان عندي الكلمة تبدأ بالW ثم يأتي خلفها R عادة لا نلفظ الW write يكتب. listen ولا أقول listen listen التي تكتب لا تلفظ. لماذا أيضا هذه لغتهم نتعلمها كما هي. night الجي اتش silent صامتة لا نلفظها night بمعنى ليل. bright نفس الشيء الجي اتش لا تلفظ. معظم الكلمات التي يأتي فيها جي اتش في المنتصف لا تلفظ. bright night right يكتب listen يسمع night ليل bright لامع. island جزيرة ولا نقول Iceland أو Iceland island جزيرة. why معظم الكلمات التي تستخدم في الأسئلة وتبدأ بWH الH لا تلفظ. why لماذا. what ماذا where أين. why what where. walk يمشي ولا نقول walk أو walk it بالO الA نلفظها O والL لا تلفظ أبدا. walk walk I walk every day أنا أمشي كل يوم for 30 minutes لثلاثين دقيقة walk. share كما أشرت سابقا الE في آخر معظم الكلمات في اللغة الإنجليزية لا تلفظ. share rare share يشارك rare نادرا. aisle 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 بمعنى ممر ممر. aisle الاس لا تلفظ. هذا ما وفقني الله فيه يا أصدقائي بالنسبة للحروف ونطقها وبعض الأصوات في اللغة الإنجليزية التي يجب أن نلفظها بطريقة صحيحة.
أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم، وهذه أول مرة أقوم بفيديو من هذا النوع. إذا أعجبكم إن شاء الله اكتبوا لنا تعليقات واقتراحات، ويمكن أن نستمر بشيء مشابه لنتطور إن شاء الله في مستواكم أولا بأول وخطوة خطوة إلى أن تكونوا على الطريق الصحيح في تعلم اللغة الإنجليزية. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركتها مع أصدقائكم إذا عجبكم هذا الفيديو أو القناة عموما. و thank you very much my friends. وتذكروا أن اللغة تعتمد على الممارسة، قدر الإمكان حاول أن تمارس اللغة الإنجليزية يوميا. والسلام عليكم.